الأبل والعيون. خليني من الأبل والعيون، غيرني صمتك يا حنون، غيرني صمتك يا حنون. إن كلمني حاوي حس بي، عاتبني خد النوم علي. صباح المحبة والجمال لعيون كل الناس اللي بتتابعنا عبر شاشة الشروق الصباحية، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا. الناس اللي بتتابعنا داخل السودان وخارج السودان، أهلا في ولايات السودان الحبيبة، صباح الخير عليكم. صباح التواصل اللي بيجمعنا في كل ثلاثاء أنا وإنتوا إن شاء الله، برمجة مختلفة وأيضا فقرات كما عودناكم إنه يكون ضيوف مميزين نتكلم عن مواضيع تخص الساحة المجتمعية اللي نحن موجودين من خلالها، وأيضا كمان استشاريين حيكونوا معنا في هذا الصباح. صباح الخير عليكم، صباح جديد، صباح جميل لكل المتابعين، وتحية صباحية لشاعرنا الكبير الأستاذ التجاني حاج موسى شاعر العيون، ليك التحية وصباح الخير عليك. والأغنية اللي سمعناها الرحمة والمغفرة للفنان محمد مرغني، واليوم أيضا نحن نفتقد أو ذكرى حتكون خالدة جوانا لرحيل فنانين في الساحة الفنية. كان مشوارهم مختلف جدا، الرحمة والمغفرة لسكة الرباب الفنان محمود عبد العزيز 17/1 اليوم هي ذكراه، وأيضا كمان الفنان القامة مصطفى سيد أحمد اللي ما ممكن يكون ما موجود في أي بيت سوداني، تزامنت وفاتهم في نفس اليوم وهم كانوا بيشبهوا بعض في تفاصيل كبيرة جدا. والضاحية فجر المشارق أكيد هو كان رحيل مر لكل الشعب السوداني، ألف رحمة ونور، وهي ذكرى خالدة لكل عشاق الحواتة ولكل معجبي ومحبوبي الفنان محمود عبد العزيز، ألف رحمة ونور عليه. ونتواصل في هذا الصباح ولحننا الصباحي وآدائنا المتواصل للعيون، وبما أنه نحن نتحدث عن العيون أكيد عندنا مفاجآت حتخص كل الناس اللي مهتمة بصحة العيون، ونستكمل ما بدأناه من لحن مع الرائع محمد ميرغني، وكلمني يا حلوة العيون، حيرني صمتك يا حنون. كلمني يا حلوة العيون، كلمني
الليالي. لو شفت كيف، لو شفت كيف مروا الليالي على المساكين الحياة. كلمني يا حلو العيون.